للفنان محمد البنسير تزامنا مع ذكرى رحيله. هذا الفنان أعطى الشيء الكثير للأغنية الأمازيغية كما سنتابع في روبورتاج عبد اللطيف بن طالب وياسين المشيك. الفنان أو الرئيس محمد الدمسيري ليس مجرد فنان أمازيغي، هو أحد أهرام الأغنية الذين شنفوا مسامع الجمهور على مدى عقود مضت بعبق فني أخذ ألوان الغزل وقضايا المجتمع وغيرها. نظمنا هذا النشاط التكريمي للراحل لأن مدرسته الفنية مدرسة متفردة به في الأغنية الأمازيغية. لقد أخذ الدمسيري عن الفنان الحاج أموريك في ألحانه وكلماته وتناول مواضيع المعاناة وكل المعيش اليومي. 18 سنة على وفاته ولا يزال الفنان الدمسيري حاضرا بإبداعه الفني. ازداد منتصف الثلاثينيات الماضية بتمثيل ضواحي إيمن تانوت وكان مثالا للمدرسة الأمازيغية في فن الروايس. نستمع إليه في اللحظة الأولى فنحفظ أغانيه لأنه يلامس حقيقة المجتمع. ألحانه وأشعاره أخذها من فنون أحواش وأحيدوس، ربط الماضي بالحاضر، لذلك بقي فنه رغم رحيله. هو فنان وشاعر أعطى الكثير للثقافة الأمازيغية، تناول مواضيع التوعية، الدين والمرأة وغيرها. الفنانة بعمرات واحدة من خريجات مدرسة الدمسيري وواحدة من الذين نادوا بضرورة الاعتناء بموروث هذا الهرم الفني، فلئن رحل الفنان فإبداعه وثورته لا ينضبان.